الكيلو منه بحوالي 6 مليون جنيه، يعني سعره أضعاف أضعاف الذهب، وكمان ده حاجة ربانية مش هتكلفك ولا مليم. هقولك هو إيه ودور عليه، وكل اللي عليك تحضر في ميعاد معين علشان تاخد حظك منه. بالمناسبة هو نبات، وسميه زي ما تسميه، المهم إن زباينه كتير وخصوصا في دولة الخليج. فيا ترى إيه سره وتلاقيه فين وإزاي ومين عارف طريقه في مصر؟ على أرض مصر بس بعيد شوية، وانت داخل على الحدود الليبية كده هتلاقي أهالينا في مطروح بدأوا يستعدوا لموسم نبات الرعد أو الفقع أو القماع، كلها أسماء مختلفة لنوع واحد من النباتات هو الترفاس، وهو فطر بيطلع في صحراء مصر الرباني من غير زراعة ولا رعاية. هما شوية مطر بينزلوا والأرض تطلع الخيرات كلها للناس، بس طبعا ده بيخليه نبات نادر الناس تستناه من السنة للسنة، وعلشان كده سعر الكيلو منه غالي جدا خصوصا مع فوائده الكتير، لان نسبة الدهون فيه قليلة بس في المقابل في نسبة عالية من البروتين والنشويات ومجموعة معادن مهمة زي البوتاسيوم والفوسفور والكالسيوم والصوديوم والفيتامينات النيتروجين. ولو ما تعرفش فمكوناته تقريبا نفس مكونات اللحمة، وده السبب اللي بيخلي نبات الرعد مميز لانه بنفس تركيبة وطعم اللحمة، وخصوصا اللحمة الضاني بعد الطبخ. ده غير فوائده الكبيرة للجسم زي معالجة الهشاشة وتحسين البصر ومعالجة المشاكل الصحية في العين والبشرة والضغط، وكمان بيطهر من علامات الشيخوخة، يعني بيعالج كله. وعادة موسم المطر بيبدأ من سبتمبر والحصاد بيكون في يناير وفبراير، وطبعا مطر غزير بكميات أكتر معناه موسم كويس وإنتاج أكتر، وتبدأ رحلة الحصاد بالحصول على تراخيص من حرس الحدود المصري، وبعد كده الأهالي يطلعوا في رحلات التخييم في الصحراء لمدة 3 أيام علشان يبدأ استخراج نبات الرعد المدفون في الأرض. وطبعاً بيكون موجود أحجام مختلفة باللون الأبيض والأسود، بس اللي ما تعرفوش إن نبات الرعد كنز وطلع للعرب كلهم، يعني هتلاقيه في مصر وتونس وكمان سوريا، بس في دول الخليج تحديداً ليه سوق تانية خالص. في دول الخليج النبات معروف أكتر باسم الفقع وعليه إقبال كبير جداً، علشان كده سعره بيكون أغلى وأغلى، لدرجة إن كل دولة بتتنافس مع التانية علشان تفوز بلقب أفضل المصدر لنبات الفقع. واكبر دليل على كده السعوديه، عندها مهرجان سنوي مخصوص للفقع بيطبخوا فيه الاكلات السعوديه التقليديه اللي معتمد عليه، وكفايه تعرف ان سعر الصندوق من نبات الرعد عندهم وصل 3000 ريال، وبيبدا الكيلو من 250 ريال ل 600 ريال حسب حجم الحبه الواحده. والغريب بقى ان فطر الترفاس معروف عالميا باسم القماء، ومطاعم معينه هي اللي بتقدمه في اكلها، وكمان مش هتصدق لما تعرف اغلى حبه قماء اتباعت بكام ولمين. المفاجأة حصلت في مهرجان زراعي بإيطاليا لما أعلنوا عن بيع ثمرة قماء وزن كيلو بسعر 120 ألف يورو لواحد من الصين، يعني بأكتر من 6 مليون جنيه. مش بقولك أغلى من الذهب؟ والسبب ده ناس بتحاول تزرعه وتكسب من وراه، بس أغلب المحاولات بتفشل علشان يفضل الترفاس فطر طبيعي نادر الكل بيدور عليه وعاوز يوصله. فهل سبق وشفته قبل كده أو سمعت عنه؟ We'll be right back.